اسمي ندى وعندي 27 سنة ووزني يعني حوالي 120 كيلو. أنا سمعت عن دكتور كريم صبري من ناس كتير وشوفته في التلفزيون، وناس كتير بتشكر أنه يعني دكتور شاطر جداً، ومحدش بصراحة اشتكى من العملية خالص، وده اللي طمني يعني أن أنا هعمل تكميم إن شاء الله النهاردة. بقى لي 10 سنين تقريباً وبنزل وبطلع، فموضوع بالنسبة لي بقى أزمة يعني. فبإذن الله هعمل العملية النهاردة مع دكتور كريم صبري وإن شاء الله خير يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا دكتور كريم صبري، هشرح لكم شويه حاجات عن تكميم المعده في الاوزان اللي هي مش عاليه، يعني الاوزان اللي هي مش 200 كيلو 240 250، الحاجات دي احنا بنعملها دايما. لكن في فئه من الاوزان وفئه من الاعمار المفروض احنا نتكلم عليها برضو، اللي هي الاوزان اللي هي ما بين 110 120 130. الاوزان طبعا احنا يعني دي من الناس او الفئات اللي هي مصابه بالسمنه المفرطه، ومعظم الناس بتقول ان احنا لسه مش في نطاق الناس اللي هم بيعملوا عمليات او اللي محتاجين عمليات عشان ينزلوا نزول الوزن. خلينا اقول احنا مش لازم نوصل لدرجه سنيه كبيره او درجه وزن عاليه قوي عشان نعمل عمليات تحويل مسار او تكميم معده، لا، يعني طالما الوزن او كتله الجسم زاد عن 35 وابتدينا نشتكي من مضاعفات للسمنه، المفروض ان احنا ناخد خطوه فعليه لعلاج السمنه المفرطه. احنا بنعمل تكميم المعدة في الناس اللي هم غير محبي للسكريات، او الناس اللي ما عندهمش ادمان للسكريات او شوكليتس او الايس كريم والحاجات اللي فيها طاقة عالية بتدوب بسرعة في البق. الناس اللي هم ما عندهمش سكر يعني يمكن دخل في مضاعفات او بياخدوا جرعات عالية من الانسولين، يمكن بنفكر بقى في تحويل مسار في الناس دول. الحقيقة طبعا تكميم المعدة هي عملية قائمة على ان هي بتقلل حجم الوجبة، بتزود نسبة الجوع شوية، لان هي بتخلص تقريبا من 60-70% من هرمونات او هرمون الجريلين. الجزء المعده اللي احنا بنشيله او بنصغر بيه حجم المعده بيبقى فيه جزء طبعا كبير جدا من الهرمونات دي، وبالتالي بنشبع عند وجبه صغيره، ما بنجوعش على فترات كبيره، وبالتالي نزول الوزن بيبقى مؤكد. تكميم المعده هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه ما بعد اجراء العمليه. يمكن المنظار بيساعد ان احنا نرجع لنشاطنا الطبيعي او العمل بتاعنا بعد يوم من اجراء العمليه. الحقيقه طبعا عمليه تكميم المعده من العمليات السهله، وممكن احنا بنحبها كمان في السن الصغير، الناس اللي هم مش عايزين يعتمدوا على فيتامينات فتره كبيره بنعمل لهم تكميم اكتر من تحويل، خصوصا في السن الصغير، الناس اللي هم الاطفال او السن المقبلين على الزواج او في بدايه العمر. ممكن كمان ده يعني بنحبه كمان في الناس اللي هم فوق سن 60 سنه، ما بنبقاش عايزين نديهم فيتامينز او يبقى يحصل لهم اي نقص فيتامينز ما بعد العملية. وبالتالي تكميم المعدة هي من العمليات اللي هي الناجحة جدا في إنقاص الوزن، والجميلة والفعالة والسهلة كمان في إقامتها، ويمكن بنرجع لنشاطنا في خلال يوم ما بعد إجراء العملية. هنطمنكم على الأستاذة ندى بعد العملية إن شاء الله، وبالتوفيق بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا دكتور كريم صبري. الحقيقة طبعا ان دي عملية تكميم معدة. تكميم معدة دي عملية بسيطة بتجرى بالمنظار زي ما انتم شايفين خلال فتحات صغيرة. احنا دلوقتي بنفصل الدهون عن المعدة. الدهون دي طبعا بالآلة اللي هي بنكوي بيها، دي طبعا الترا بايبولر، يعني اللي هي الليجا شور. طبعا في حاجات التراسون كويفز اللي هي الهرمونيك. طبعا احنا بنفصل المعدة عن الدهون اللي هي محاطة بيها بالطريقة اللي انتم شايفينها دي، طريقة سيمبل جدا. طبعا الاجهزه دي لازم تكون متطوره شويه عشان تقلل فرصه النزيف ما بعد العمليه. بنفصل الدهون عن المعده، ويعني الدهون اللي هي ما بين المعده والقولون، الدهون ما بين المعده والطحال زي ما احنا شايفين، واي التصاقات حواليها لازم نفكها كويس، بحيث ان احنا قبه المعده نفسها ما تبقاش لسه فيها اجزاء باقيه، وبالتالي المريض بيزيد في الوزن ما بعد اجراء العمليه. بيبتدي يسال طبعا انا ما بخسش ليه، وتلاقي المعده بتاعته لسه ستيل كبيره ويعني متسابه، اللي هو الجزء اللي احنا بنسلك فيه ده اسمه قبه المعده. اي التصاقات طبعا حوالين المعده بنفكها، عشان طبعا دي احيانا بتكون سبب في التواء المعده زي ما احنا شايفين كده.
المعده تماما متسلكه كويس قوي زي ما احنا شايفين اهو كده. انتهت مرحله التسليك، لان احنا بنوصل لعضله اللي هي بتقفل بوابه المعده السفلى السفليه اللي هي دي، بنسلك لحدها اهو زي ما احنا شايفين دي البوابه. طبعا في اثناء التدبيس لازم ناخد في وجه الاعتبار ان احنا ما نضايقش المعده زياده عن اللزوم او نسيبها واسعه زياده عن اللزوم. طبعا اثناء التدبيس المفروض ان احنا ما نمسكش مساحه واسعه او ناخد مساحه اكتر من الطبيعي بحيث المعده ما يكونش فيها اي نوع من الضيق، او وده ممكن يسبب للعيان طبعا نوع من الترجيع ما بعد العمليه او نوع من المشاكل. نطمن طبعا البوجي موجود. احنا لما بندوس الدباسه او بنضرب الدباسه بتبتدي هي بتدبس ثلاث صفوف يمين وثلاثه شمال، و يبقى في سكينه في الوسط ما بين الدبابيس زي المنظر اللي احنا شايفينه. ممكن داخل البوجي شويه نطمن على البوجي صوره ايه، او الكاليبريشن تيوب اطلع فوق. ما نسيبش جزء خلفي خلف المعده، طبعا ده يبقى بسبب رجوع للوزن ما بعد اجراء العمليه. المعده زي ما انتم شايفين كده طالعه زي ال شيب اهو زي حرف ال. بعد كده بنجهز بقى اختبار التسريب، فاضل كده مسافه دبوس واحد وبعد كده نجهز اختبار التسريب. بعد شويه ممكن بقى نعمل اختبار تسريب. نرجع للبوجي، هنلاحظ بقى اختبار التسريب احنا بنحط دبابيس تحت ضغط جامد. المعده دلوقتي منفوخه لدرجه كبيره، تمام، عامله زي البالونه احنا قافلينها اهو، عامله زي البالونه بحيث ان هي تبقى ضغط على الدبابيس. طبعا الدباسات طالعه ستريت، مفيش دبوس يمين ودبوس شمال بحيث ان ما يحصلش فيه التواء، عامله زي الخيرايه كده زي صباع الموز زي ما احنا شايفين، حجم صغير جدا ستريت. وبعد كده بناخد احتياطاتنا ضد النزيف، بنعلي الضغط شويه وبناخد طبقه زياده دهون فوق المعده بحيث ان هي بقى تقلل فرصه وجود نزيف او وجود اي مضاعفات ما بعد العمليه. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي ندى وعندي 27 سنه، وزني كان 120 كيلو، وعملت تكميم والحمد لله يعني فقت بعد ساعتين ثلاثة كده، بس ما حسيتش بالوقت خالص. يعني أول ما دخلت عملت العملية وفقت ما حسيتش بوقت العملية ولا بأي تعب، وتمشيت بعد العملية على طول، وكل شوية لازم أتمشى، والحمد لله العملية سهلة وبسيطة جدا، يعني غير كل المخاوف اللي أنا كنت متوقعها بصراحة يعني. والدكتور كريم بصراحة دكتور محترم جدا، هو التيم بتاعه وأنا بشكرهم، دكتور سمير ودكتور محمد وإسراء أسيستنت بتاع الدكتور كريم، والله يعني بجد ناس ذوق جدا وناس محترمة والمكان جميل ونظيف، وأنا بنصح الناس كلها إنها تعمل تكميم بصراحة، يعني العملية سهلة وبسيطة مفيهاش أي حاجة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على سلامتك يا ندى. والحقيقه طبعا تكميم المعده ما بعد اجراءها يعني زي ما احنا شايفين بتبقى الاعاده للعمل او الاعاده للحياه او الريهابيليتيشن ما بعد العمليه. الحقيقه طبعا السيكول اللي حاصل ان احنا ما بعد العمليه بنقدر ان احنا نتمشى بعدها بساعتين ساعتين ثلاثه بتلاقينا بنتحرك بصوره طبيعيه، بيكون يعني يمكن سهل وسريع ما بعد العمليه. احنا يمكن السيكول اللي حصل ما بعد العمليه بساعتين او ثلاثه بنبتدي نتحرك بنشرب ست ساعات، تاني يوم المفروض ان احنا بنخرج لحياتنا الطبيعيه، بنقعد يوم في البيت، ولو عايزين ننزل شغلنا ما بعد العمليه. عمليه تكميم المعده هي عمليه قائمه على ان هي بتقلل حجم المعده الى جزء يعني اقل من الطبيعي عشان ان احنا بنبتدي نشبع بسرعه ما بنجوعش على فترات كبيره. عمليه التكميم طبعا هي عمليه بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه يوم واحد في المستشفى. ما بعد اجراء العمليه نزول الوزن بيبقى تدريجي وصوره صحيه سليمه. ويعني طبعا هي تكميم المعده من العمليات الخفيفه يعني والقويه في انقاص الوزن. والحقيقه طبعا نزول الوزن ما بعد العمليه بيبقى نزول صحي سليم مؤكد، لاننا بنتخلص من جزء كبير من هرمونات الجوع اللي بتخلينا طول الوقت مش قادرين نشبع، واثناء الوجبه الواحده يعني الشبع بيكون اقل شويه، يعني بنحاول ان احنا ناكل كميه كبيره بدون ما نحس ان احنا بالامتلاء او بنحس ان احنا اكلنا كميه كافيه. عمليه تكميم المعده بتقوم على تقليل حجم المعده الى جزء صغير بناكل فيه بنشبع بسرعه ما بنجوعش الا على فترات كبيره.
الحقيقه طبعا ان كتير جدا من هرمونات الجوع او الجزء من المعده بنتخلص منه وبالتالي بنشبع بسرعه وبالتالي نزول الوزن بيبقى سريع ومؤكد ان شاء الله. مساء الخير، مساء الفل على كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة، وعندنا فقرتين النهاردة. فقرتنا الأولى هتكون مهمة جدا لأننا هنتكلم فيها عن المشاكل اللي ممكن تكون بتواجه أي بنت صغيرة في السن، يعني من العشرينات للثلاثينات. مشاكل كتير جدا ممكن تواجه الشريحة دي بالتحديد، وخاصة أصحاب البشرة الخمرية، وإحنا طبعا معظم المصريين أو الشعوب العربية عامة بشرتها خمرية. فإحنا هنشوف إيه المشاكل دي. ممكن تكون مشاكل تصبغات في الجلد، ممكن تكون خطوط، ممكن تكون عدم نضارة. ناس كتير جدا بتسأل عن التقشير، عن الديرما رول، عن الفيلر، عن البوتوكس. ده اللي هنعرفه النهاردة وهنوضحه لحضراتكم بالتفصيل مع ضيفتي العزيزة اللي بسعد بلقائها جدا، دكتورة رباب الرفاعي، أخصائي جراحة التجميل والليزر بالمركز الطبي وعضو الجمعية الأمريكية للتجميل والليزر. يا اهلا يا اهلا. اهلا بيكي، عامله ايه؟ الف مبروك يا قمر، تستاهلي. ميرسي يا حبيبتي. انت دايما بتجيبي لنا حاجات جديده كده وبتعملي لنا افكار جديده. النهارده انت هتتكلمي مع البنات اللي في السن الصغير. بالظبط. انت عارفه العمر ده بيبقى مشاكله كتير، ومحدش يقول ان الصغيرين ما بيحصلهمش مشاكل. الصغيرين بيحصل لهم مشاكل ومشاكل كبيره كمان، وبيقعدوا يزنوا وبيبقوا عارفه قلقانين على طول، وكل واحده دلوقتي عايزه تبقى نجمه في وسط اصحابها. بالظبط. ف يعني تقولي لنا بقى انت جايبه لنا ايه النهارده وهتعملي لنا ايه؟ شوفي يا يمنى، احنا دايما بنقسم حاجات التجميل كده على كل مستوى عمري وعلى كل الكلاسز اللي احنا بنشوفها والمشاكل اللي اتقابلنا دايما في عيادة التجميل. خلينا النهارده بنشوف من الحاجات اللي شفناها كتير قوي بتتردد علينا، السن بتاع التين ايجر اللي هو سن العشرينات، سن الجامعه. السن ده مهم قوي ان احنا ناخد بالنا منه. اولا في مصر بنات الجامعه بقوا كتير قوي ما شاء الله. طبعا اغلبهم محجبات، اغلبهم عندهم مشاكل ثابته من ان البشره دايما مرهقه، فيها تصبغات، فيها تجاعيد مبكره جدا، خطوط تعبيريه بتبدا في السن ده، لان ناس كتير قوي بتقول لي انا لسه صغيره هبدا بوتوكس وهبدا تقشير وهبدا. انت عندك مشاكل مركبه. سواء كان عندك اثار حب شباب، سواء كان عندك، دايما بيقولي بالمنطقه دي اولا فيها خط من قلة شرب المية، والمنطقة دي دايما غامقة، دوجلاس دي دايما بتبقى أغمق، عشان طبعا ما فيش اعتناء بالبشرة كويس أو على المستوى المطلوب من البشرة بتاعتها. الحاجة التانية انك انت لو تلاحظي ان البشرة المصرية البشرة الخمري، يعني انا كان اختياري في الموديل بتاعتنا النهاردة هي وشها مصري. مصري صرف. وعايز اقولك من أسوان كمان. والله فانا بحب اهل اسوان جدا. اهل اسوان قوي، تحيه ليهم. فانا بحبهم جدا. ولازم يعرفوا ان برضو في بشرتهم دي والبشره الغامقه مهما كانت المشكله اللي موجوده ليها حل. طبعا النهارده هنحل مشاكل كتير قوي. هنشوف الهالات اللي تحت العين، الهالات السوداء هنحلها ازاي. هنشوف المناطق الغامقه والبقع البوست اكني بيجمنتس او سبوتس هنحلها ازاي. برضو لو انا عندي نحافه في الوجه هنحلها ازاي. خلينا كده نبدا ونشرح. اسمها ايه؟ مي. طب هنشوف مع مي بقى هنعمل ايه، مع والساده المشاهدين يركزوا كويس قوي. طيب خلينا نبدا في الاول يا يمنى كده. مي وجه مصري اصيل للساده المشاهدين. طبعا وجه النوبه الاصلي ده. طبعا بنات كتير قوي بنشوفها بالستايل ده وبنشوفهم كده. عاوزه اول حاجه هنبه ان احنا بنبص على الهالات، هي سنها صغير بس عندها هالات تحت العين. سنها صغير عندها اسمرار حول الفم في المنطقه دي وظل هنا في المنطقه ديت اللي هي تحت الشفاه السفلى. كمان عندنا نحافه في الوجنتين. ما عنديش خدود خالص، ما فيش تناسق، عشان كده الوجه طويل. من سنها الصغير كشر يا مي، كشر من سنها الصغير. بصي العضله وقوتها ونرفع حواجبنا، وبرده ايه الخطوط العرضيه التعبيريه. ده مثال حي على بنت مصريه من الجامعه بشرتها فيها بقع وتصبغات بعد الحبوب.
عندنا تصبغات حول الفم، عندنا لو فوليوم ما عنديش خدود، فده فيه شغل كتير قوي دايما بنحب نوضح عليها على الموديل دي حاجه حقيقيه كده، نوري حلول تجميليه هنشتغل ازاي. اول حاجه هنعملها لها ايه بقى؟ انتوا بتبداوا من تحت لفوق ولا من فوق لتحت؟ خلينا نبدا من فوق لتحت، من فوق لتحت عشان اشرح عليها كمان. تمام. اللي هي هتحتاجه في الحاله دي واللي ممكن عندها مشكله مشابهه تحلها ازاي. اللي عندها مشكله مشابهه اكيد هتتبع نفس الخطوات دي كده. ولو اكتر من يعني في ناس عندها دكتوره باب مشاكل اكتر من مي. أيوة. احنا بتبقى نفس الخطوات إن شاء الله. بس بدوزس اعلى وجلسات اعلى وجلسات أوكي. اكتر. كمان ان شاء الله في الحلقه الجايه مع بعض يا يمنى هنجيب السن الاكبر الثلاثينات الاربعينات ونشوف المشكله هتبقى ايه وحلها هيكون ايه. تمام. طيب يلا. احنا دلوقتي هنبدا هشرح لكم هنا في التجاعيد التعبيريه ديت ده ايه ده بوتوكس؟ هنحقن البوتوكس. تمام. بكميات بسيطه جدا في السن الصغير ده، جاست ان انا افرد الكسره اللي عندها. طبعا هم بيحبوا يدوا اللوك ده للحواجب، الاي براو بيحبوا العريض اللي هو الخليجي الشكل. أيوة أيوة. بيقفلوها قوي اهل النوبه دايما بيحبوه كده امارات. فاحنا عشان دايما ساعتها انها تبقى مفروده وتدي اللوك الهيلثي بتاعها هنحقن البوتوكس في المنطقه دي بدوزز بسيطه قوي. ايوه حاجه بسيطه جدا على قد جداً. سنها دوز بسيطه بالظبط كده. شايفين الابره قد ايه صغيره جدا. ومية الموضوع لطيف معاها جدا ما عندهاش مشاكل. هنبدا برضو في دوز في التجاعيد التعبيريه اللي فوق شويه. احنا بنعمل كده عشان كمان نبين لكم ازاي حقنه البوتوكس بتشتغل وقد ايه هي صغيره ورقيقه وبعدين البوتوكس دلوقتي يا جماعه مش ان انا بعالج بيه تجاعيد كبر السن. دي حقنه نضاره، ده من ضمن الريجنريشن كده صح بالظبط. لازم اشد وانا عارفه العضله ايه وبعمل لها خليها تعمل اكسرسايز انها بترفع وبتكشر. طبعا هي لما بتضحك ما بيبقاش في عندها هنا الكراوس عشان هي صغيره فمش هحقن في المنطقه دي. لو هي عاوزه تحافظ على الاي براو ده مشدود لفوق او عاوزه تطيره تشاينيز لوك ده حلو، دي طريقه حقن معينه. طيب بعليها من هنا، بحقن من هنا. انت بتحقني من فوق يا دكتوره ربا؟ انا بهتم بالعضله. انا كل الماركينج بتاعي في حقن البوتوكس يا يمنى العضلات، الاكشن يعني بتاع العضله، الحاجب ده يبقى عامل كده. انت بتحقني من هنا. بحقن منطقه الفرونتاليس ديت عشان لما بحقن البوتوكس بتنزل شويه. اوكي. لما دي تنزل شويه تبقى مفروده. دي تطلع. الاكشن بيبقى عكس الخريطه. انت لازم هو الماركينج بيعتمد على التشريح العضله. أوكي. تمام. لو في حد عاوز التمانية. احنا اتكلمنا على التشاينيز لوك. لو حد عاوز اللي هي الانجل دي. اوكي. اعملها ازاي؟ بحقن في المنطقه دي مع حقن الفرونتالس كده. عملت لها الاثنين. تمام. كده هتبقى مرفوعه من هنا وهترفع من هنا شويه. يعني هترفعي الطرف وفي نفس الوقت هتعملي لها بالظبط، هديها انجل شويه. تمام. الكلام ده هيبان امتى يا يمنى؟ بعد 3 ايام لاسبوع. عشان في واحده يعني في ناس هنعملها الناحيه الثانيه. طبعا طبعا. يعني بصي هنا هعمل لها اهيت، هرفع دي شايفين اللي بيحصل ده علشان اديها تشاينيز لوك ارفع التيل. ده الطرف بعدين هدي الانجل من هنا. ايوه عشان ده بقى ايه يرفع مع حقن ده. لازم الفرونتاليس تكون محقونه. تمام. عشان هي دي لما بترتخي ده بيرتفع. تمام. فده مهم جدا. انتوا شايفين ما شاء الله الله اكبر، يعني ولا نقطه دم ولا يعني ولا الموضوع سهل وبسيط جدا. ناسين في ناس ساعات بيبقى عندها الباني نوز لما بتضحك دي بتكرمش كده. بس في ناس عندها خط بالعرض بس عشان سنها صغير وما عندهاش الحركه دي فمش هنحقن. تمام. طيب كده خلصنا جزء مهم قوي في نضاره الجبهه والقوره ليه مي ان احنا حقنا البوتوكس. شكرا. بوتوكس. شكرا. يلا. بوتوكس. يلا اللي بعده. هننقل بقى، شوفي هنبص تحت العين. طبعا واضح جدا. انا مش عارفه هو واضح في الكاميرا ولا لا، بس واضح قوي الهالات اللي موجوده الحته دي وعندها تحت هنا في الهالات بقى في منطقه تحت العين. نحقن بايه يا يمنى؟ اللي هي ثلاث حاجات مسموحه. ايه بقى؟ اما اني احقن ميزوثيرابي لتفتيح الهالات. او احقن هالورونيك اسيد مع بي ار بي، هالورونيك سائل مع بي ار بي، او احقن فيلر، او ممكن احقن الثلاثه مع بعض ما عنديش مشكله. طيب انا النهارده هحقن فيلر. هحقن الفيلر ده عشان يرفع لي الحفره. الفيلر ما بيعالجش السواد يا جماعه، الفيلر بيعلي الحفره اللي تحت اللي هي بتديني ايحاء بان انا عندي هالات سوداء. اوكي. لما برفع ده فيلر. بالظبط. انا هحقن فيلر في المنطقه دي بالظبط، ولازم المس العظمه دي، حاجه تخصني انا بقى في الحقن. حقنتها واعمل مساج بسيط، رفعت كاني عالجت الهالات في ثانيه. هنا هو جوه بالظبط. من هنا يمكن. لو الشاشه تبين، انا بحب قوي احقن نص ونص واصورها عشان تبان قد ايه احنا رفعنا المنطقه دي، فكان الهالات هنا اتعالجت. وهنا لا، كان في هالات اهو. تمام. طيب هنيجي بقى للمشكله اللي بعدها، الشيكس.
ازاي انحت الخدود دي؟ شايفاها مفيش. هي على فكره انا وشها يبقى حلو قوي في النحت. ايوه انت عارفه الوش بالظبط هي يليق عليها الوش اللي هو المثلث المقلوب يليق عليها النحت. بنتكلم عليه ان هو من علامات الجمال اللي هو شكل نيفرتيتي اهل النوبه. ايوه هو ده، ما ده اللي انا عايزه اقوله لك. هو الشكل ده ننحت ازاي؟ ان احنا نكبر الوجنتين اوكي ونسيب خديدي. الموضه اللي طالعه بقى ان احنا نسيب الانجل فاضيه من هنا. ما يبقى كنا زمان بنملى دي كلها. الموضه يا بنات، الموضه يا بنات، الموضه كده دلوقتي. الموضه ان في الشكل المثلث المقلوب ننحت دي، تكون منحوته بالخيوط في السن الاكبر شويه. نبرز الدقن شويه، ممكن اطولها بالفيلر دلوقتي حالا قدامكم، وان احنا نبرز الخدود من هنا او ننحت الخدود من هنا. طب هنعمل الخدود ازاي؟ اهو اهو حقن الخدود اللي بتسالوا عليه على طول. ركزوا مع الموديل. ايوه هنعلي الخد شويه، يمكن انا حتى كمان ما احتجتش ان انا استعمل ال ايوه ده فيلر يا جماعه. ها احنا خلصنا مرحله البوتوكس دلوقتي، وده حقن الخدود بالفيلر. شايفين قد ايه الحقنه صغيره جدا، وفي ايديا اعلي وارسم الرسمه اللي انا عايزاها. انا هسيب دايما خد وخد. انا طبعا هخلصها بعد الهواء بعد تسجيل الحلقه، مش هنسيب البنت كده، لكن لازم ابرز الفرق ما بين الاثنين. علينا الخدود بطريقه ناعمه وبسيطه جدا تمشي مع سنها. تمام. ونتيجه الفيلر دي بتبان بعد قد ايه تقريبا يا دكتور؟ الفيلر دايما يا يمنى زي ما احنا شايفين بيبان اتوانس، يعني احنا لسه مخلصين حقن اهو. لو هي ضحكت دلوقتي هتلاقي فيه فرق. بصي الخد اترسم. أيوة بقى فيه فرق لحد وكبر، يعني احنا بنشوف النتيجه بتاعت الفيلر وانس بعد الحقن على طول. في فرق ما بين الخد وشها بس شمال سنه عشان يبان معانا. لا لا الشمال العكس. ايوه هنا الخد اترسم بقى اكبر اهو. أوكي. مثلث الخد التشيكس بقت مرسومه. هنا الدنيا اقل، لسه الفرق ما بينهم جدا. فعشان كده احنا بنشوف النتيجه. انت عامله لها خفيف خفيف لان هي سنها صغير، سنها صغير ومش عاوزين نغير في الملامح، ولكن احنا بندي النضاره. بكره وبعده احلى واحلى وافضل، وبنصحها النهارده بشرب ميه كتير، لان بقول لها الهيالورونيك اسيد ده الهيدروفيليك، يعني بيمسك في جزيئات الميه فبيزيد، فبتلاقي النتيجه احسن بكره وبعده. طيب احنا بقى خلصنا موضوع دور الفيلر هنا مبدئيا، يعني هي برضو محتاجه هنا شويه، محتاجه ان انا اظبط الشفاه العليا بالنسبه للشفاه السفلى، لان الشفاه الافريقيه دي ليها برضو دراسه خاصه. طيب احنا هننتقل لحاجه مهمه جدا، ان احنا اولا هندي النضاره للبشره ازاي. طبعا يمنى عشان وقت الحلقه بشتغل نص الفيس، نص واحد صح، وهكمل لها ان شاء الله. وعندي البقع والتصبغات. اذا انا عندي ماده ميزوثيرابي مهمه جدا ان انا ابدا احقنها، تكون فيها مكونين مهمين قوي. اول حاجه البي ار بي، معاها ماده للتفتيح وهالورونيك ليكويد هالورونيك او كولاجين. يعني انت بتحقني حاجه للتفتيح بالظبط كده. طيب بدل معاها بي ار بي معاها بي ار بي اللي هو البلازما، لانه بروتين وانت عارفه دور البروتين. أوكي. في التئام الانسجه. وحاجه للتفتيح وكولاجين بقى عشان يدي النضاره والشد. وعشان لو في حفر اللي هي بوست اكني سكارز يملاها. انا بعملها بطريقتين، بحقن دلوقتي يا جماعه. دكتوره رباب عملت لها البوتوكس فوق، وبعدين عملت لها الفيلر في الخدود، وبعدين بتعمل حقن تفتيح ونضاره. وهعمل احنا كده حقنا في المنطقه دي. في طريقه بقى التانية اللي انا بفضلها برضو للبنات الصغننه عشان هي بتخاف شويه. بصي بحطها بحطها جاست بلابس كده صغننه على الوجه. وابدا اشتغل بالديرما رولر. هي دي الديرما. الديرما رولر بقى ديت خفيفه جدا ولطيفه قوي، ما حدش بيحس بيها ولا بيتضايق منها. بس دي بتدخل لي الماده في ليفل تاني خالص. انا حقنت دخلت في ليفل جوه. الديرما زغزغه. والديرما بان هي مبسوطه وبتضحك. الديرما بان بتعملها في الليفل السطحي شويه، عشان لو عندي بقع زي دي زي اللي احنا شايفينها البوست اكني سكارز دي، او اي بقع وتصبغات، بنضطر ان احنا عادي بتنفع بعد الفيلر عادي خالص صح؟ جدا، وبتبقى يعني ممتازه جدا بعد الفيلر وبعد البوتوكس كمان. بعد اي جلسه نضاره، وساعات على فكره بعملها بعد الخيوط. عشان وهي طالعه تحس ان في نضاره في بشرتها، وتحس ان هي شافت حاجه كويسه قوي. زي ما قلنا يمنى برضو عندي البقع اللي هي موجوده التصبغات، والتصبغات اللي حول الفم. انا في حاجه دور مهم قوي، واحنا يعني الحمد لله بننفرد بيه في المركز الطبي. عندنا حاجه اسمها الليكويد هيدروكينون، واللي هو ماده يعني زي كده ماده تحضيريه للتقشير.
ده سائل كده تحضيري نقشر بيه. احنا بنتميز بيه قوي لان هو يعني حاجه مستورده. احنا عارفين ان الهيدروكينون بيدخل في تركيبات كريمات التقشير، لكن ان هو اول مره ينزل في اوروبا واسبانيا ان هو ينزل ليكويد، فان احنا بنعمل بيه بنحضر بيه التقشير. ده لازمته ايه يعني؟ ده لازمته ايه؟ الهيدروكينون بيعمل زي كراست بيلينج، بيقشر طبقه من طبقات التصبغات اللي بتبقى موجوده، بنحضر بيه عشان بعد ما بنمسح بيه بطريقه خفيفه كده على منطقه التصبغات نبدا نحط الستيب 2 اللي هي عباره عن ماسك بيبقى تقيل شويه. الماسك ده بنفرده بيقعد على البشره 12 ساعه. 12 ساعة. طبعا هو مش هيقعد 12 ساعه، مش هنقعد معاكم لبكره، بس يعني احنا بنوريكم الدنيا بيحصل فيها ايه وبنعمل له ابلكيشن عشان تبقوا عارفين. طبعا بيبقى ده نوع من انواع النضاره الاسبانش على فكره. يعني الاسبان مفهومهم للنضاره الماسك ده، ماسك التقشير ده، لانه بيشيل طبقات الجلد الميته وبيدي طبقات جديده جدا. طب انا عايز اقول لك على حاجه. انا لو عندي مثلا مشكله في منطقه معينه، يعني مثلا ساعات يطلع لي حبوب وتسيب نقطه كده بني، ايوه ممكن اعمله على المنطقه دي بس؟ هو ده اللي احنا بنتكلم، ممكن جدا على المنطقه دي بس جدا، مش على وشي. انا بعمل ايه؟ بستهدف البقع السبوتس دي بس في اول مره، وانس انها حصل لها بيلينج وبقت اتقشرت وكويسه، بعمل مره واحده للفيس از اول كده. انا بعمل سويت، يبقى يعني انا اشتغلت على اللوكال سبوتس واشتغلت بعدها على البشره كامله. فانا هنا هستهدف ايه؟ التصبغات اللي موجوده عندها، بستهدف كمان المنطقه اللي حول الفم اللي دايما بتشتكي منها البنات في السن الصغير ده، من هي الدارك دوغلاس، الدوغلاس الغامقه. طبعا ده قله الترطيب، قله السان بلوك، قله شرب الميه. الميه اللي بنغسل بيها الدرين بتاعها الوحيد المنطقه دي، يعني المصرف بتاع الميه اللي بنغسل بيها شنو تنزل كده، تنزل كده. طبعا الكلور اللي فيها وكل ده بيعلم في المنطقتين دول. معجون الاسنان لو ما غسلناهوش كويس يعمل المنطقه دي البرتقال. الناس اللي بتمسك البرتقاله تقعد تعمل فيها كده، كل الاسيدز اللي في الفواكه وفي والفروت بتبقى بتعمل لي الدارك دوكلاس دي. فعشان نتخلص منها بعمل حاجتين، بحقن تفتيح وبرطب جدا كتير قوي في البيت، وبعمل ماسك التقشير الاسباني ده اللي بيقعد حوالي 12 ساعه على البشره. طبعا هي بتغسله بالميه في البيت بعد 12 ساعه. بعد كده بتبدا هي تلاقي ان من تاني يوم على طول كراستنج، بدات التقشير بدا. متهيألي لو واحده جات لك وعملت لها كل الحاجات دي تطلع قمر. بالظبط كده، والله على تاني يوم تبقى حاجه خلاص، غيرت الشهوه. وهو الجمال ايه غير ان احنا نحافظ على سننا بس باشراق ونضاره، مش ان احنا نبقى اصغر، نبقى محافظين على جلدنا مشرق كده ونضر. كل الحاجات اللي احنا عملناها دي نضاره وعلاج عيوب البشره. طيب احنا هنشوف بقى، اطمن بقى على النتيجه بتاعت مي طبعا. بكره ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. انا بشكرك يا دكتوره رباب، بشكرك يا مي على وجودك معانا النهارده، ضيفتي العزيزه الدكتوره رباب الرفاعي، شكرا ليكي. احنا فقرتنا دي خلصت، هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره تانية، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Masidora Gold can bring back the beauty of your face and neck. Masidora Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Masidora Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Masidora Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Masidora Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturizing,
نايسرينج اند فيس ليفتنج. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. الحقيقة في سيدات كتير جدا بتخاف من السن وتقولك أنا أكتر حاجة بترعبني أو بتخوفني هو أن أنا أكبر أو يبان علي السن. وأنا بشوف أنه كل مرحلة عمرية لها جمالها، يعني العشرينات لها جمالها، والتلاتينات لها جمالها، الأربعينات لها جمالها، خمسينات آخر جمال، الستينات قمة في الجمال، والسبعينات والتمانينات. يعني الواحدة ممكن أنها تكبر، ما كلنا أصلا إحنا مش هنقدر نوقف العمر أو نوقف الزمن، كلنا مصيرنا هنكبر ومصير هيبان علينا. بس إحنا بنقول إيه بقى؟ أنت كبري بس بذكاء، يعني اكبري زي ما أنت عايزة، بس افضلي ماسكة نفسك، تفضل بشرتك محتفظة بجمالها ورونقها. هو إيه اللي بيبيننا كبار؟ يعني إيه اللي بيبين الواحدة كبيرة؟ إنه هي وشها يبان إنه كبر، هو الوش ده اللي باين، يعني الوش ده اللي بيبقى باين فينا. فأنتي لما وشك يبان إنه كبر تبدأ تطلع التجاعيد، يبدأ يطلع هالات سودة، تبدأ تطلع جلدك لونه يتغير، تبدأ تحسي بقى تبصي في المراية أنتي كده، تقعدي تكلمي نفسك في المراية تحسي إن أنتي كبرتي اتغيرتي. فده الوقت اللي نبدأ نزعل فيه أو نخاف فيه. لكن أنت لو أنت واحدة مهتمة بنفسك وعارفة تعملي إيه وتستخدمي إيه، أنت ما تخافيش خالص، ما تخافيش من موضوع السن، وهتعرفي أنه كل ما تكبري أنت هتحلوي. هو فعلا في ناس على فكرة كل ما بتكبر بتحلو، ده يعني أنا بشوفها بعيني، أنه في ناس الزمن لصالحها 100%، بس الناس دي بتبقى مهتمة بنفسها، ما بتسيبش نفسها كده للعوامل الجو وعوامل البيئة والنفسية وتقولك لا أنا الزمن لصالحي، ده احنا أصل احنا عيلتنا كلها كده مثلا، أو احنا كلنا ما بنكبرش بسرعة. لا، في إهمال هتكبري وهيبان عليك السن، ما فيش إهمال هتكبري برضو بس مش هيبان عليك السن. ماسي دورو جولد من الحاجات اللي بتساعد الستات كتير جدا والرجال كمان ان هم يكبروا مهما يكبروا وما يبانش عليهم اي سن ولا تأثير العمر عليهم. فاحنا النهاردة هنتكلم عنه وهنعرف هو ازاي بيعمل ده وايه هي مكوناته مع ضيفتي العزيزة اللي معايا النهاردة دكتورة دينا ابو السعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. ازيك يا دكتورة دينا؟ ازيك يا يومي؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. يعني هي كل مرحلة وليها جمالها صح؟ وفي ناس كتير لما بتكبر بتحلو طبعا، ده وارد جدا على فكرة، يعني صح ولا غلط؟ عايزة بس أبدأ قبل ما أتكلم عن ماسي دورو جولد أهني المذيع القمر يمنى طولان، حبيبتي يا دكتورة، أحسن مذيعة وأحسن برنامج طبي في مهرجان القاهرة. مرسي. الفضائيات العربية تستهليها بجدارة طبعا. مرسي يا حبيبتي. مرسي يا دينا. فنرجع بقى لكلامنا بقى يلا. ونكلم بقى الستات زانو مستنيين دلوقتي يعرفوا ماسي دورو جولد إيه موضوعه وإزاي أنت تتمتعي بسنك وأنت مش باين عليك العمر ده. صح فعلا زي ما قلت يا يمنى، الزمن مش في صالح ستات كتير وفي ستات بتحلو مع الوقت. ماسي دورو جولد اتصنع 6 سنين ابحاث كلينيكال ترايلز، تستات على جميع انواع البشره، على جميع الوان البشره، تستات على ستات وعلى رجال. عرفنا هو البشره بتبان عليها السن ازاي، يعني ازاي تعرفي ان السن الست دي مثلا لا شكلك كبر؟ من تجاعيد، من بقع، من هالات سودا، من كلف، من ترهل في البشره، من وش شاحب جدا. طبعا كل علامات التقدم في السن دي اختصرنا علاجها في منتج ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد من اقوى وافخم منتجات التجميل في العالم. ماسي دورو جولد منتج ايطالي صنع فيه 56 مكون. مش ممكن هتلاقي مستحضر تجميل موجود في العالم فيه كل مكونات ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد الاساسي فيه جزيئات الذهب.
كلنا بنلبس ذهب وبنفتخر بيه. فتخيلي لما تبقى الذهب ده انت بتستفيدي من جزيئاته على بشرتك. ماسي دروجولد كمان مختلف عن اي منتج تاني، كنتي وانس ان حطيتي ماسي دروجولد على بشرتك بتشوفي نضاره فظيعه، بتحسي ان وشك ايه ده، هو انا ازاي حلويت كده في لحظه. هي الحلاوة بتبان في ساعتها على فكرة، يعني انتوا بتحسوا بالنضارة دي حقيقي طبعاً. والنور ده رونق كده، تحس ان وشك صح. حلو طبعاً. منور طبعاً. فده لانه عشان في ناس كتير بتقول طب انا ماشي حلو الكلام، انا بقى النتيجة بقى احسها امتى؟ النضارة من on the spot. شد البشرة كتير عملاء عندنا حسوا بشد البشرة من اول اسبوع، اكيد التجاعيد مش من اول مره، اكيد الهالات السوداء مش من اول مره، البقع الخطوط الرفيعه، بس انت بتشوفي تحسن ملحوظ اول شهر، بتشوفي تحسن الشهر الثاني عن الشهر الاولاني، بتشوفي تحسن الشهر الثالث عن الشهر الاولاني. لازم تاخدي كورس كامل، يعني كورس علاجي طبعاً. لازم يستخدم كل يوم، لازم يستخدم كل يوم. ما عنديش مشكله لو حد نسي يوم، لكن ما يبقاش الطبيعي ان احنا نحطه مره في الاسبوع، مره كل 10 ايام. احنا عملنا حاجه سهله جدا، ان اختصرنا 6-7 كريمات في كريم واحد. فطبعا ماسي دروجولد بيتحط يوميا، وبتاخدي من يومك دقيقه الصبح او دقيقه بالليل، او لو هتحطيه مره واحده هي دقيقه في ال 24 ساعه. هو ده ينفع بقى للستات الرايقه اللي ما بتحبش تتعب نفسها صح. وتقعد ايه تحط 50,000 حاجه، او اللي خلقها ضيق، او اللي مش فاضيه صح. او اللي تعبانه مكسله يعني صح. فده سهل جدا، لانه الناس زمان كانت بتعمل ايه، كان قدامها طريقين، يا اما تروح تحقن وتعمل حاجات، وده ليه ناسه، وطبعا في ناس كتير جدا بتعمله، يا اما انها تقعد تجيب 50,000 حاجه تحطها قدامها وتقعد بقى شغاله 1-2 تحط تشيل تحط ده، وتستنى ربع ساعه وبعدين تحط. أيوه. فطبعا يعني ده كان بيبقى الاثنين فيهم وقت طويل قوي. ومفيش حد بيفتكر، يعني هتفتكري النهارده هتفتكري بكره، هتنسي ستيب بعد بكره، هتنسي 2-3 ستيب بعد بعده، في الاخر هتزهقي ومش هتحطي حاجه. بالظبط فاهمه. لكن ماسي دروجولد عمل مفعول حلو قوي وفيري ايزي تو يوز، انك بتحطيه صبح وليل. لو احنا مش عايزين بقى نحطه صبح وليل بنحطه بالليل. مهم قوي ان ماسي دروجولد بيتحط على بشره، لازم يستخدم مساء، لو مش عاوزين تستخدموه صباحا يبقى طبعا مساء. بس طبعا بنغسل، بنطلع من بنيجي من بره بقى، من شغلنا، من خروجنا، بيبقى وشنا كله اتربه، بنغسل وشنا على بشره نظيفه. نغسله بايه بقى؟ صابون إيه؟ غسول مناسب لبشرته. ايوه، يعني مش الصابون العادي اللي بريحه ده اتعمل للايد بس، نغسل بيه ايدينا. الصابون العادي بيجفف لكن الوش، بيجفف الوش فعلا، مش للبشره، يعني هو للايد بس، فالبشره ليها حاجات تانية، فنغسل بغسول مناسب لبشرتنا ونهيئ بشرتنا. ان احنا نحط ماسي دروجولد. ماسي دروجولد من اول دهنه بتشوفي نضاره تحفه. يمكن طبعا احنا عندنا يعني غطينا مصر كلها كتير قوي طبعا بيستخدموا ماسي دروجولد، وعارفين احساسه من اول دهنه. بتحسي بسخونيه بسيطه قوي، وسخونيه حلوه مش سخونيه تضايق، بتحسي ان بشرتك الدوره الدمويه كلها انتشرت في بشرتك. بتشوفي روزي لوك، بتشوفي لمعان الذهب، بتشوفي جزيئات الذهب. الحلو في ميسي دروجولد ما بيسيبش اي جريزي ريزدي، ومهم قوي طبعا زي ما احنا شايفين مع الموديل ان احنا ندهن ماسي دروجولد عكس الجاذبيه الارضيه من تحت لفوق، لان احنا مع التقدم في السن بتلاقي الوش بينزل لتحت. تحت العين مناسب جدا. كتير يقولي طب ينفع نحط تحت العين؟ تحت العين حركه دائريه او طبطبه رايح جاي عند العظمه، لانه بيدي نتيجه ممتازه من الهالات السوداء. كتير ستات ممكن يبقاش عندها تجاعيد بس بتعاني من الهالات السوداء بدرجه رهيبه. القوره من تحت لفوق الدقن، وما ننساش الرقبه. ماسي دروجولد مصنوع للوش والرقبه، للوش والرقبه، ويستخدم من عكس الجاذبيه الارضيه، يعني من تحت لفوق صح. طيب ما بيتغسلش، لا. بيتحط على البشره ويتساب. بيتساب عادي، بتنامي بيه، ممكن قبل ما تنامي بنص ساعه، لان هو سريع الامتصاص. يقول لي طب احنا هنحطه وانا بنام مثلا، السيده مثلا بتنام بوشها مثلا، او تنام وتصحى تصلي الفجر ولا مثلا حاجة. هو بيمتص، هو سريع الامتصاص، لانه متصنع باحدث تقنيه لاي مستحضر تجميل، اللي هو النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي احنا مصغرين الجزيئات قوي وفرمنها كويس قوي عشان تقدر تخترق كل السكين باريرز. احنا ثلاث طبقات، فبتقدر تخترقها، فهي قبل ما تنام بنص ساعه تحط، مفيش اي مشكله خالص. وتصحى الصبح تغسل وشها عادي،
عشان ما تزعلوش مني يعني. هو اللي بيقول ما عندناش غير الصابون نغسل بيه وشنا او في ناس ممكن تقول لك لا، في صابون طبي على فكره، في صابون طبي او لو الصابون العادي بس ما تحط يعني ايه ما تسيبوهوش كتير على وشكم، يتعمل كده وتغسلوه على طول، حاولوا ما تسيبوهوش كتير لانه ما يحصلش جفاف للبشره. فانتوا تستخدموه مساء كم على حسب يعني حجم الوش يعني. في سيدات بيستخدموه ورجال 4 ضغطات، في 3 ضغطات، فهو مش اكتر من 5 ضغطات بيبقى حلو جدا. قولي من 3 لـ5 ضغطات عشان تكفي الوش والرقبه. بتحطيها على كف ايدك وبتوزعيها على وشك كله وتحت عينيكي، مفيش اي مشكله. انا لو بشرتي دهنيه ما يعمليش اي جريزي اويلي طبقه زيتيه كده اطلاقا. راعينا جدا البشره الدهنيه، البشره الدهنيه بتقلق شويه من كريمات، تقول لك انا اوريدي بشرتي بتفرز سيبم وبتفرز اويلز، لسه هحط طبقه اويل تاني. ماسي دروجولد البيز بتاعه ميه مش اويل. ماسي دروجولد متصنع بطريقه النانو، فمش هتحس باي اويل ستيكس على بشرتها ولا وهتنزل. مش اولا مش هتحتاج ميك اب كتير لو هي حطيته كمان الصبح، ولو حطيته بالليل هتصحى تلاقي نضاره تحفه على بشرتها. ثانيا ما بيسيبش اي جريز ريزدي على السكن اطلاقا. احنا نروح لتقرير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعاده نضاره وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع انواع البشره. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزاره الصحه المصريه والاتحاد الاوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الامارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بـ10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دكتورة دينا، بما ان احنا كنا لسه بنحقن وكانت لسه معانا حالة بتحقن، فلازم نقول هل ماسي بيتعارض مع الناس اللي بتحب تحقن بوتوكس وفيلر؟ لان طبعا هم شريحة كبيرة طبعا، والناس كتير بتحب الحقن جدا وبيجيب معها نتيجة. هل في تعارض بين الاتنين؟ اطلاقا يا يمنى، على طول بنصح اي ست اي رجل بيحقنه فيلر او بوتوكس او حتى الخيوط نستخدم ماسي دورو جولد. ماسي دورو جولد على طول بنصح استخدامه مع حقن الفيلر والبوتوكس. ليه بنستخدم ماسي دورو جولد؟ اولا بيعزز مده الحقن، بيطول مفعول الحقن، ممكن الحقنه تكفي 6 شهور فقط فبترجعي تحقني تاني. مع ماسي دورو جولد ممكن تكمل الحقنه لسنه، لان ماسي دورو جولد فيه فيلر اللي هي ماده الهيالورونيك اسيد، وفي ماده بتشتغل زي البوتوكس اللي هي الاسيتال هيكسابيبتايد، وفي مواد مش موجوده في حقن الفيلر والبوتوكس مهمه جدا للبشره.
انا عاوز اعرف المكونات يعني 56 حاجه. خلينا احنا قلنا الذهب، فخلينا نعرف الساده المشاهدين كده ايه اللي موجود جوه تاني في الازازه دي هيفيدهم يعني يفيد بشرتهم. ماسي دروجولد مكون من 56 مكون، منهم 23 اكتيف انجريدينت يعني 23 عنصر فعال. طب والباقيين ان اكتيف انجريدينت بس مهم يعني اهم، انا بحب اتكلم على الفوكس على اهم المكونات. الاكتيف انجريدينت طبعا من اهمهم اولا جزيئات الذهب، وهنتكلم بالتفصيل الذهب بيعمل ايه على البشره. عندك الكافيار، طبعا الكافيار اللي هو بيض السمك هنتكلم عليه بالتفصيل. عندك ماده الفيلر الهيلورونيك اسيد، عندك الاسيتايل هيكسابيبتايد، عندك ماده مهمه جدا الكولاجين، وعندك ماده يعني هو في كولاجين وفي حاجه زي الفيلر، في كولاجين وفي فيلر. وعندك الذهب والكافيار كمان بيحفزوا على انتاج كولاجين من طبقات الجلد. ده غني بالكولاجين جدا بقى. هو غني جدا بالكولاجين، وكمان عندك مواد بتحفز على انتاج الكولاجين وبتقلل من استنزاف الكولاجين في البشره. ليه ماسي دروجولد انتي ايج؟ يعني ليه ماسي دروجولد بيحارب شيخوخه الجلد؟ لان انت طبيعي بعد 25 سنه نسبه الكولاجين عند اي ست واي راجل بتقل، ده طبيعي. فانت بتعملي بالانس للكولاجين، اولا ماسي دروجولد فيه كولاجين بكميه كبيره، ثانيا الذهب والكافيار بيحفزوا على انتاج كولاجين وبيقللوا من استنزافه تحت الجلد. فانت على طول مغذيه بشرتك بالكولاجين. وبعدين هي الكولاجين ده بيقل، انت بتشوفوا الناس لما بتكبر في السن والشها بيعظم شويه او لما بتخس صح؟ او لما بيجي لها حاله نفسيه، ده كله بيبقى فقد يعني تحت الجلد، ده كله كولاجين. مع الوقت والظروف والعوامل دي بيبدا الكولاجين ده يقل. فماسي بقى في الحاجات اللي بتعوض الفقد او نقص الكولاجين ده من البشره، عشان كده هو بتحسي هو مش بيدي فوليوم، هو معرفش احساس بيرد كده الوش. بيرد بيرد الوش، بيخلي الوش مليان صحه. مهم قوي ان اي سيده تحس ان وشها صحي، شعرها صحي. ممكن تبقى سيده ما عندهاش كل مقومات الجمال المكتوبه في الكتب العالميه، لكن عندها كاريزما. طبعا كاريزما اهم على الكاريزما طبعا الكاريزما اهم بالنسبه لنا، لان على طول تقولي الله بتحبي تبصي لوشها. في ناس حلوه جدا ودمها زي السم يعني، ما يعني بجد معلش يعني مع احترامي انا ما بتكلمش على حد معين، بس في ناس فعلا حلوه بس ما عندهاش كاريزما. صح. في ناس يعني وشها بسيط جدا جدا بس كاريزمتها عاليه جدا. صح. الكاريزما دي اللي هي القبول يعني عندها قبول. صح. عندها قبول بمعنى اصح. صح. فالقبول ده بيجي من لما الوش يبقى كده رايق، تحب الناس تحب ان انت تبص في وشها طبعا، من نقاء وصفاء وحلاوته. حلوه الكلمه دي يا يمنى، لان ماسي دروجولد فعلا بيدي صفاء للبشره فظيع، بتحس ان بشرتك كلها لون واحد. احنا بنستخدم ميك اب عشان نداري هالات سودا، بنستخدم ميك اب عشان نداري تجاعيد، بنستخدم ميك اب عشان نداري بقع. مع ماسي دروجولد تحس ان بشرتك صافيه كلها ميه واحده. بيديكي ثقه بنفسك انك انت مش محتاجه، انت عارفه الهالات السودا دي عشان تداريها بالميك اب دي كذا ستيب. ده بشوف ناس بتقلب معاها ازرق عشان ما بيحطوش الميك اب صح، يعني بيحطوا بس حاجه بيضة مع تحت اسود بيقلب ازرق، فليها ستيبس كتيره قوي عشان تداري. طب انا هرجع البيت، انا ست متزوجه، هغسل وشي، طب ليه ايه بقى؟ ليه ما طب ليه بقى الوضع؟ ليه الهالات السوداء؟ ليه عندي اهم؟ لا انا لما انزل واحط الميك اب كل ده هيتداري، لا انا اعالج الكواليتي، اعالج وشي، ما اخافش من السن، ما اخافش من الكبر، اوصل ل 60 70 سنه. انت المفروض تبقي في البيت والله العظيم احلى 100 مره من وانت خارجه كمان. يعني ليه انتوا بشوف ناس مش طبعا مش كل الناس، تلاقيها بقى خارجه عامله بقى العمايل واللبس والشياكه وشعرها ولا مثلا او لو الطرحه والميك اب وبتاع، وفي البيت قاعده ما فيش الكلام ده، بيروح فين ما اعرفش، مش عارف. بزعل والله العظيم. ما هو اللي في البيت برضو من حقهم يشوفوكي شكلك حلو يا ستي. يعني اللي في البيت برضو زوجك واولادك وانتي من حقهم برضو ان هم تبقي نجمه كده، ستار كده وانتي قاعده في البيت. صح. يعني مش ما تبقيش. وبعدين انا عايزه اقول حاجه مهمه، كل واحده سيبوكوا بقى من قصه النجوم او الفنانين او الاعلاميين او اي حد تحت الاضواء، كل واحده تقدر تبقى نجمه في مجالها، او نجمه في وسط اصحابها، نجمه في وسط في بيتها وسط اهلها. صح. واخواتها. ازاي هتبقي نجمه؟ هتبقي متميزه طول ما انت مهتمه بنفسك، الناس شايفاكي مختلفه حلوه على طول، ما انت هتبقي نجمه.
في محيطك يعني في مجالك هتبقي نجمه ومميزه جدا، مش شرط تكوني نجمه سينما يعني، او مش شرط تكوني بتطلعي في التلفزيون او عليكي الاضواء، الاضواء هتبقى عليكي برضو بس في المحيط بتاعك، ودي في حد ذاتها حاجه جميله جدا. دي انت بقى نعمه بالعكس أكيد. انت بتبقي مبسوطه لو جوزك شايفك احلى ست، صحابك شايفينك انك انت تخرجي مع اصحابك يقول لك ايه ده انت شكلك حلو قوي النهارده وشك رايق، فدي خلاص هي بتبقى راضيه. اهم حاجه انك انت تبقي راضيه عن شكلك، راضيه عن بشرتك، راضيه عن شعرك، راضيه عن كل حاجه. ففعلا زي ما قلتي مش بس النجوم السينما، اي ست طموحها وهدفها انها تبقى حلوه طبعا يعني كلنا طبعا طبعا اي ست طموحها ان هي ما تخافش من الزمن. كل المعادله دي اتعملت مع ماسي دروجولد اللي هو 120 ملي. كل العملاء يمنا مش قادره اقول لك الفيدباك الرائع، مش قادره اقول لك ان 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 العملاء اللي قالوا غالي رجعوا اشتروا تاني. يعني خلاص يعني اللي قال لك غالي رجع برضو اخده تاني. طب هياخده تاني ده يعني حد ضربه على ايده وحد ضربه على ايده اكيد هو مبسوط بالنتيجه طبعا. وبعدين عايزه اقول لك ان مش ماسي بس الغالي، كل حاجات بقت غاليه، انا ما بقتش شايفه حاجه مش غاليه في هو كل حاجه فعلا ما علينا. فماسي دروجولد منتج مستورد. عايزه اقول لك في منتجات في الماركت بالكافيار بس ممكن تبقى سعرها اغلى من ماسي، ده حقيقي. واللي يسال هيعرف يعني اللي ليه في الموضوع بالزبط. الحاجات الكوزماتكس والتجميل والحاجات دي هو هيبقى عارف كويس قوي انه في حاجات طبعا اغلى من ماسي ده فعلا. ماسي دروجولد منتج طبعا زي ما قلنا من ايطاليا، كلنا عارفين ان ايطاليا قد ايه بلد الجمال والتجميل والبراندات. انا رحت المصنع، شفت مصنع حلو، مصنع تعقيم عالي، الكيميائيين اللي مصنعين ماسي دروجولد عندهم وعي ودراسه كبيره قوي في مستحضرات التجميل. فماسي دروجولد على طول بقول فعلا ملوش منافس. طيب وطبعا انا شايفه الازازه خلاص هي خلصت تقريبا، بتتسلوا عليها او حاجه مش عارفه في ايه للاسف طبعا. فمع كل ضغط هينزل 56 مكون طبعا، ليه سر تركيبه مش موجوده في اي كريم تاني موجود، لان كل ضغطة فيها ذهب، فيها كافيار، فيها كولاجين، فيها سيراميد، فيها بوتوكس لايك اكشن، فيها حاجه ماده مهمه قوي تيتانيوم دايكسيد السان بلوك. يعني ماسي دروجولد كمان بيقي من اشعه الشمس الضاره. يمكن علماء كتير اكتشفوا ان 70% من شيخوخه البشره فعلا نتيجه من اشعه الشمس الضاره. فيقدر يحمي من اشعه الشمس الضاره اللي بتعمل تجاعيد وبقع وجفاف كمان للبشره. طيب احنا عاوزين نقول انه في ناس كتير يا دكتوره دينا بتقول طب وانا ايه اضمن منين؟ وانا دايما ارد واقول انه ما تشتروش اي حاجه من غير ما تسالوا على ترخيصها او تبقوا عارفين انها مرخصه او يعني المرخصه دي يعني مضمونه طبعًا. يعني اتعمل عليها ابحاث، اتعمل عليها تجارب، خضعت لاختبارات علشان يدوها الترخيص ده طبعا. فماسي منتج مرخص من كذا جهه، مش جهه مش واحده، مش من جهه واحده طبعا. في المقام الاول على طول اقول وزاره الصحه المصريه بتاعتنا طبعا من اكبر الوزارات اللي فعلا اخذت عبوات عشوائيه من ماسي دروجولد وحللتها، لقيتها مطابقه للمواصفات وكمان فيها 56 مكون وفعلا بتدي نتيجه ممتازه ملوش اي اعراض جانبيه. تاني حاجه ماسي دروجولد منتج ايطالي فمرخص من دول الاتحاد الاوروبي. ثالث حاجه ماسي دروجولد مرخص من الامارات حكومه دبي. يعني امن جدا ملوش اي اعراض جانبيه، يستخدم ستات رجال جميع الاعمار ابتداء من 18 سنه. بنصح ان الناس الشباب الصغير بنات واولاد يستخدموا ماسي دروجولد حتى لو ما عندهمش مشكله في البشره كوقايه من علامات التقدم. هتعملي دلوقتي انت مشكله بموضوع 18 سنه و20 سنه، كل اي حد بيتفرج علينا 18 و20 دلوقتي هيروحوا لاهاليهم يقولوا لهم احنا عاوزين ماسي دروجولد هيعملوا مشاكل كده، هيقول لهم انتوا ما عندكوش يعني الرد الطبيعي انه اي ام هتقولها انت لسه صغيره، انت لسه ما تستخدميش الحاجات دي من دلوقتي، لسه بدري لما تبقى تظهر لك المشاكل او التجاعيد. فعلا يومنا بس كتير برد احيانا على العملاء بنفسي، لا بستات امهات يا دكتوره دينا انا عايزه ماسي دروجولد لبنتي، فبقولها هي عندها كام سنه؟ فبتقولي 18، اقولها تمام. في ستات دلوقتي لا عايزه تحلي بناتها وعايزه تخلي بنتها شايفه بنتها احسن واحده واحلى واحده كلنا في العالم. كلنا يمكن في سيده تانية قالت لي انا هتجيبي وبنتي 11 سنه، قلت لها لا طبعا، لا 11 سنه والصغيره لسه يعني فعلا. دي ففعلا انا قلت زيك، هيقولوا لا انت لسه صغيره انت شكلك حلو. لا دلوقتي الترند ان الامهات عايزه بناتها يبقوا احلى احلى بنت في العالم طبعا، وكل واحده نفسها بنتها تبقى احلى واحده في الدنيا. ايه المانع ان هي تستخدم
لازم حاجه تحميها. عندك مشكله في موضوع 18 سنه سن المراهقه بيطلع الحبوب الشباب، الحبوب لما بتتعالج بتسيب اثار. فعندي عملاء كتير جابوا لبناتهم ماسي دروجولد عشان اثار حب الشباب، واتبسطوا جدا ان هو وحد فعلا لون بشرته. وبعدين انتوا لما البنات تستخدم الحاجات دي من بدري هي مش هتعجز بسرعه. يعني ده هيحميها من ان هي تعجز، السن يبان عليها. يعني لما يبقى عندها 40 سنه هتبان انها 30، او 50 هتبان ان هي 40. فانت بتعملي مصلحه طبعا حلوه جدا يعني مع بنتك بصراحه. طيب هنروح لتقرير ونرجع نكمل الكلام. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار، والكولاجين، والهايلورونيك أسيد، والسيراميد، المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. زي ما شفنا في التقرير ليكوا فروع كتير مش بس موجودين في مصر، تقول لنا الفروع فين وكيفيه التواصل معاكم بتكون ازاي؟ اوكي، شركتنا الرئيسيه الشركه الام متواجده في ايطاليا، شركه ماسي فارم ايطالي. شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت متواجده في القاهره مصر. عندنا شركتين في دبي، ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات. عندنا شركه ثانيه في دبي ماسي فارم جلف لمستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات. ان شاء الله قريب فيري سون، عشان كتير بيسالوا لي فتحته في امريكا ولسه، هو ان شاء الله قريب ماسي فارم امريكا مقرها في فيلادلفيا الولايات المتحده الامريكيه. طيب والناس كتير قوي بتقول لك ايه، طب ما احنا عاوزين يبقى في الماركتس، يعني عاوزين ننزل نعرف نجيبه. فانتوا مش عاملين الموضوع لا ده. هو شركة ماسي فارم هي الوكيل الحصري لمنتج ماسي دورو جولد. أي حد بيتفرج علينا يومنا عايز يحصل على ماسي دورو جولد فقط من خلال الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة، بلس عندنا صفحات كتير على الفيسبوك نقدر نحصل على ماسي دورو جولد منها. احنا مش طرحين ماسي دورو جولد في الماركت، أولا تسهيل على كل العملاء. ستات كتير مش قادرة تنزل في الحر أو في الزحمة تدور، فسهل قوي إن أي حد بيتفرج علينا يتكلم بالتليفون المنتج يوصل لحد عندهم. طبعا شركة ماسي موفرة مناديب في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بنوصل للصعيد، بنوصل للغردقة، بنوصل لشرم الشيخ، بنوصل لمرسى مطروح، أي حتة في مصر عندنا مناديب موجودة في كل المحافظات، بنوصل في جميع أنحاء العالم. برضو كتير بيتفرجوا علينا خارج مصر بيقدروا يحصلوا على ماسي دورو جولد من خلال برضو الأرقام اللي ظاهرة على الشاشة. طيب الطبقة اللي بتاخد ماسي، عشان انتوا دايما ودايما بقولك الكلام ده،
يقولوا لك ايه يا عم ده الكلام ده بتوع الناس الاي كلاس، ده مش ما ينفعناش الكلام ده. مش هل في شريحه معينه بتتعامل معاكم؟ كل الشرايح يعني. يمكن كنت انا فاكره كده من اكتر من، انا يعني الحمد لله بقى لي 3 سنين ونص، فانا كنت فاكره في الاول كده يومنا ان احنا هنبقى في طبقات الاي كلاس، انا ببقى متواجده في الكول سنتر. لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. عايزه اقول لك احنا موجودين في كل طبقات المجتمع، سيدات عاملات، سيدات مش عاملات، جميع المحافظات، المراكز اللي موجوده جوه المحافظات، سيدات محجبات، سيدات منقبات، سيدات مش محجبات، كل حاجه، يعني حتى السيدات العاملات في كذا قطاع، يعني شركات او وات ايفر، كله موجودين في كل الطبقات. وكنت فاكره ان ماسي درجولد هيبقى مقتصر على الستات، يمكن الستات بتهتم بالجمال قوي. عايز اقول لك رجاله كتير، رجال كتير بتستخدم ماسي درجولد وبقى يهتموا زيهم زي الستات. ما بقاش عندهم ترند، لا انا راجل مش مهم شكلي، ما بقاش ازاي بقى. لا طب تنكروا ان انتوا بقيتوا تهتموا بنفسكم اكتر من السيدات كمان؟ لا ما حدش يقدر ينكر، يعني كل واحد عارف بقى هو بيعمل لا ايه، ما بقاش وكل واحد عارف بقى هو بيهتم بنفسه ازاي. فخلاص طبعا الرجال دلوقتي اهتمامهم بنفسهم بقى مضاعف جدا. مش عارفه ليه بس هو بقى مضاعف يعني. مهم قوي لشغله على فكره، يعني انا على طول بقول الفيرست يعني الانطباع الاول. ايوه الفيرست امبريشن، الانطباع الاول بيدوم. مهم قوي واحده داخله على شركه جديده على شغل جديد، انطباعها قدام الناس اللي هتعمل معاهم انترفيو مهم، مش بس الست، الرجال كمان. اي ولد داخل يشتغل في اي حته الانطباع الاول يا دوب، فبقى فعلا مركزين في الكاريزما بتاعتهم وفي شكلهم. ان ماسي دورجولد طبعا بالنسبه للرجال بالفيدباك اللي بشوفهم مع العملاء اللي معانا، فرحانين جدا من موضوع الهالات السوداء. كتير من الرجال بتعاني من الهالات السوداء، فرحانين من موضوع التجاعيد. يمكن في فئه معينه من الرجال ما بتحبش قصه الحقن، يمكن هو الموضوع ده يعني سيداتي شويه. وفي رجال بتحقن طبعا، في يمكن انا لما جبت سيره الفيلر قلت ان هو طبعا لا يتعارض مع الفيلر، وبالعكس نستخدم ماسي دروجولد مع الفيلر. في فئه معينه ما بتحبش قصه الحقن، فبقدر اقول لهم ماسي دروجولد هيدي نتيجه ممتازه في التجاعيد السطحيه والخطوط رفيعة، وبالنسبة للتجاعيد العميقة هيحسنها بشكل كبير. فهي تاخد الكورس تاني، يعني لو هي مش عايزة تحقن وان هي كل 6 شهور تلجأ لحد، تاخدي كورس كمان، لان ماسي دروجولد الحلو فيه ان هو بيعالج وفي مضادات اكسدة بيمنع الظهور على فترة طويلة تاني. وبعدين انا عايزة اقولك على حاجة، في ساعة الواحد بيوصل لمرحلة معينة، سواء بقى هي سن معين او ظروف معينة، بيبقى محتاج ان هو يشوف نفسه حلو، بيبقى محتاج ان هو معنوياته ترتفع شوية. فمش عيب، مش عيب أبدا أنه مثلا يبقى رجل ويستخدم مثلا كريم يحليه، إيه المشكلة؟ على فكرة أنا بهزر، أنا مش ضد الرجال خالص أبدا أبدا، بس أنا يعني بقول أنه يعني له عيب ولا حرام أن واحدة تبقى نفسيتها تعبانة، زهقانة من شكلها، متضايقة حاسة أن أنا عايزة أعمل أي حاجة، عايزة أغير، عايزة بيبقى شكلي حلو. فما فيش مانع أبدا سواء راجل أو سيدة. ما هو يعني الواحد لما بيغير من شكله شويه، بيحلي من نفسه شويه، ده حلو، ده بيرفع من معنوياته، بيخليه يتعامل بشكل مختلف ويستقبل اي حاجه بشكل مختلف وبصدر رحب بشكل كبير جدا. هو مهم قوي في التجديد يا يونا. التجديد يعني حلو، التجديد مهم قوي. الروتين، الحياه كتير مع ناس بقت روتينيه جدا. فانت بتجددي، هتجددي في ايه؟ في شكلك، هو ده اللي تقدري عليه، يعني اقل حاجه تقدري تعمليها. صح بالظبط، صح طبعا. ماسي دروجولد فعلا بالنسبه للرجال كتير لا حقق نتائج ممتازه، نور بشرتهم. يمكن الستات لو وشها شاحب اهي بتداري ميك اب، لكن الرجل محتاج فعلا، الراجل محتاج، هو مش هيحط ميك اب اكيد، لا محتاج انه محتاج ان هو يمشي على كورس ماسي دروجولد، هيلاقي فعلا الكاريزما بتاعته عاليه جدا. اي مشكله من علامات التقدم في السن اتعالجت ده فعلا. طيب هل في نوع او لون بشره معين يستفيد اكتر من لون او نوع؟ لا، كل البشرات يا يمنى، يعني عندك البشره البيضاء مستفاده كويس قوي، البشره السمراء مستفاده كويس قوي. بالنسبه للبشره الداكنه او السمراء، هو مش هيفتح لونها الاصلي، هو هينور، هيدي نضار. لو هي عندها بقع اغمق هيوحد لون بشرتها. طبعا الناس اللي عندها بهاء، هو ما بيعالجش البهاء، يعني حته الفتحه مش بيغمقها.
طيب اذا اللي هيستفيد بيه اصحاب البشره الفاتحه او الصمت. الغمقه مفيش مشكله او بشره هتستفيد اكتر من بشره ان هو المشكله يعني دي واحده فاتحه وعندها لت سودا ودي واحده سمراء وعندها لت سودا هي الفكره في اللت السودا مش الفكره انت في لون بشرتك ايه او انت نوع بشرتك ايه هي الفكره في المشكله اللي عندك فهو بيستهدف المشكله طبعا صح كده طب نحطه على المشكله نفسها ولا على الوش كله انا بحب الوش كله حتى يعني ممكن تقولي ايه طب انا عندي تجاعيد احطه هنا بس لا انت استفيدي من ماسي دروجولد على وشك كله وعلى رقبتك عشان ما تعالجيش بس هو طبعا لو هي ركزت في التجاعيد وحطت في التجاعيد بس التجاعيد هتختفي بعد يعني بتشوف كل شهر تحسن لا لكن انت معاكي ماسي دروجولد ما تحطيش على المشكله بس حطيه على بشرتك كله انت عايزه مش بس تعالجي التجاعيد او تعالجي هالات السوداء انت عايزه تحلوي بشكل عام. طيب نروح لتقرير ونرجع مره ثانيه نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Duro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Duro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Duro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maci Duro Gold خالي تماماً من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Duro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Duro Gold, your skin would look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب نوضح لسادة المشاهدين كده واحدة واحدة ايه الوظائف او ايه المشاكل اللي بيعملها او بيعالجها ماسي دورو جولد. هنمسك لهم العلبة ونفسر لهم حاجة حاجة كده بالعربي عشان يبقوا عارفين ايه المشاكل. طبعا هي دي علبة ماسي دورو جولد السكس اكشنز يعني اهم الفوائد بتاعت ماسي دورو جولد او اهم العلاجات. اول حاجة انتي رينكل يعني مضاد للتجاعيد، انتي ايج محارب لشيخوخة البشرة، وايتنينج يعني بيفتح البشرة، نورشنج بيعمل نضارة عالية قوي، موسترايزنج يعني بيعمل رطوبة عالية، وفيس ليفتنج. طبعا كل الاكشنز مكتوبين على العلبة. طب هو مضاد للتجاعيد هي حاجة غير مضاد للشيخوخة؟ مضاد للتجاعيد يعني بيقدر يعالج التجاعيد والخطوط الرفيعه اللي موجوده. ازاي ماسي دورو جولد يقدر يعالج التجاعيد بمكوناته؟ اولا الذهب من اهم فوائده ان هو فعلا بيعالج التجاعيد والخطوط الرفيعه. الكافيار انتي رينكل بيعالج التجاعيد، واوريدي ماسي دورو جولد فيه فيلر والفيلر بيعالج التجاعيد والكولاجين بيعالج التجاعيد. يعني هو بيعالج التجاعيد الموجوده وبيقاوم
ظهور التجاعيد، يعني بالزبط. يعالج ويقاوم. طب احنا قلنا ايه تاني؟ انتي ايج، يعني محارب لشيخوخه البشره. تمام، اللي هو دي المقاومه. مقاومه دي المقاومه يعني التجاعيد. بالظبط، دي مهمه قوي كوقايه. يعني لو انا او اي بنت شايفه نفسها ما عندهاش تجاعيد، طبيعي مع الزمن مع التقدم في السن اوريدي ماده الفيلر موجوده ربنا خلقنا بيها تحت بشرتنا، والكولاجين، وانس الاثنين حصل ديستراكشن او ليفل بتاعهم قل في البشره، طبيعي يظهر لك تجاعيد. فاحنا بنستخدم ماسي دوروجولد من سن صغير، بنعمل مقاومه من ظهور التجاعيد. كمان الانتي ايج، يعني هو فيه اوريدي انتي اوكسيدنت، مضادات اكسده، فدي حاجه مهمه قوي. طيب في حاجه بتفتح كمان لون البشره، ده للتفتيح طبعا، مظبوط كده. والحاجه الاخيره اللي هو بيشد فيس ليفتنج. ماسي دوروجولد بيحتوي على ماده السيراميد، ماده السيراميد مهمه جدا لشد الجلد، لان هي عباره عن ماده شمعيه بتلزق الخلايا ببعضها وبتمنع ترهل الجلد. طبعا السيراميد العلماء اكتشفوا، او دكتور اوز، ان الماده اللي تقدر تصغر في سن البشره شكلين 10 سنين، لانه بيشد الجلد وبيشتغل از انتي انفلاماتوري او انتي بكتيريال، بيمنع من اختراق البكتيريا او اي مايكرو اورجانيزم للبشره وتعمل مشاكل. شد الجلد بيكون ازاي؟ يعني بشكل يعني في ناس تفتكر بقى انه الجلد هيتشد هيتشد بقى كده. لا خالص، بشده بسيطه، مش شده العمليات الجراحيه. فهي بتبقى شده بسيطه، عشان كده بقول لو اي سيده عندها ترهل شديد طبعا بتلجا للتقنيات الثانيه ومع ماسي دوروجولد. لو الترهل سطحي بنلحقه بماسي دوروجولد. طيب هل في طريقه معينه للتخزين او للحفظ، او يعني في حاجه معينه بما انه منتج فخم وفي مكونات غاليه فالناس هتبقى محافظه عليه قوي؟ ماسي دوروجولد بيتخزن بطريقه سهله جدا في درجه حراره الاوضه الطبيعيه من 10 ل 30 درجه مئويه، ما بيتحطش في الثلاجه ولا بيتحط في الشمس ايام طويله، بس فحاجه سهله قوي في اوضه نومك عادي. بس ما يتسابش في الشمس، ما يتسابش في الشمس، وما نفتحوش ونسيبه وننساه مفتوح يحصل له هو أكثر. معمول كده اوتومايزر كده صح؟ ليه انتوا عاملينه كده؟ عشان يبقى معقم كويس قوي، يبقى ما فيش اي مايكرو اورجانيزم او بكتيريا او فطريات توصل له. فاحنا حتى لو نسينا وفتحناه ونبص عليه نقفله تاني، ما نسيبوش بالايام متعرض للهواء طبعا والاتربه. وبعدين احنا عايزين نقول ان هو كبير، يعني العبوه كبيره مش صغيره. لا يعني 120 مللي دي كتير قوي بجد والله العظيم، ده في حاجات بتبقى 50 مللي. لا احنا بنتكلم يا يمنى في مشاكل علامات تقدم في السن، مش ممكن هتخلص في 50 مللي. كنا عملنا عبوات صغيره لو كانت فعلا هتخلص في 50 مللي. مفيش عبوات صغيره، يمكن عملاء كتير بتسالني، فمفيش عبوات صغيره، لازم الكرسي يتاخد كامل 120 مللي. يعني انتوا مش عاملين عبوات صغيره لهدف، مش لان انتوا مش عايزين تعملوا عبوات صغيره، ان هم 120 مللي دي الموضوع مدروس، فلازم يتاخد على بعضه عشان يقدر يعالج المشاكل المختلفة. أكيد. أنا بشكرك يا دكتورة دينا على وجودك معايا النهاردة، ضيفتي العزيزة دكتورة دينا أبو السعود. حلقتنا خلصت، شوفوا كل حلقاتنا على اليوتيوب، وتابعونا يومين الساعة 3 مساء والإعادة 8 صباحا. أي حد عنده سؤال أو استفسار صفحتي هتكون قدام حضراتكم على الشاشة دلوقتي، تقدروا تتواصلوا معايا من خلالها وتبعتولي أي أسئلة، وإن شاء الله أرد على حضراتكم أول بأول، ومحدش يزعل لأنه الأسئلة بتبقى كتير جدا، فعلى ما بنلحق نرد عليها. أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معاكم يمنى طولان، سلام عليكم.